بدأت النساء في السعودية قيادة السيارات في شوارع المملكة في خطوة تاريخية تؤكد دخول البلاد مرحلة جديدة. ويوفر قرار السعودية إنهاء الحظر على قيادة المرأة للسيارة للأسر في المملكة مليارات الدولارات. وتهدف الإصلاحات التي دشنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى زيادة مشاركة المرأة في قوة العمل لتصل إلى 30% بحلول 2030. فيما دشنت فتاة سعودية أول ورشة تديرها النسوة لصيانة السيارات في السعودية ودول الخليج العربية في سابقة هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط. فاصل مشاهدينا ونواصل نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس.